بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. النسبة المئوية. تمرين: وضع شخص مبلغ 60,000 درهم في بنك بسعر 7% في مدة سنة وتسعة أشهر. أحسب الفائدة المترتبة على هذا المبلغ. وضع الشخص مبلغ 60,000 درهم في بنك، إذا هذا هو رأس المال، بسعر 7%، يعني كل 100 درهم بعد وضعها لمدة سنة عند سحبها تأخذ معها 7 دراهم في مدة سنة وتسعة أشهر. احسب الفائدة المترتبة على هذا المبلغ، إذا الفائدة هنا تتعلق بسنة وتسعة أشهر، يعني 12 شهرا وتسعة أشهر، يعني في المجموع 21 شهرا. إذا نتكلم هنا عن فائدة المدة. قبل ذلك نتعرف على هذا الجدول المهم، دائما نذكره. هذا الجدول مهم ومفيد في حفظ القواعد المتعلقة بالنسب المئوية. نأخذ هنا رأس المال، لو كابيتال، هنا الفائدة السنوية، الفائدة السنوية لانتيريال، نكتب 100، هنا السعر، لو طون، السعر. لإيجاد الفائدة السنوية نضرب رأس المال في السعر ونقسم على 100. لإيجاد رأس المال نضرب الفائدة السنوية في 100 ونقسم على السعر. لإيجاد السعر نضرب الفائدة السنوية في 100 ونقسم على رأس المال. إذا هذا جدول مهم. سؤال: أحسب الفائدة المترتبة على هذا المبلغ، يعني فائدة المدة التي هي سنة وتسعة أشهر. لكن قبل هذا يجب أن نحسب الفائدة السنوية، ضروري لنحسب أولا الفائدة السنوية ثم بعد ذلك فائدة هذه المدة التي هي 21 شهرا. فائدة السنوية بالدرهم، إذا ماذا قلنا هنا؟ الفائدة السنوية تساوي ماذا؟ تساوي رأس مال في السعر قسمة 100. رأس مال 60,000 في السعر 7، الكل قسمة 100، هذه الفائدة السنوية. لدينا كسر ولدينا الضرب، ضرب وقسمة، إذا يمكنني الاختزال. سبعة في صفر صفر، سبعة في صفر صفر، سبعة في ستة 42، قسمة 1 يعني 4200 درهم، هذه فائدة سنوية، فائدة سنوية. الآن نحسب، نجيب عن السؤال: الفائدة المترتبة على هذا المبلغ. نحسب الآن، نحسب الفائدة بالأشهر. انظر هنا لدينا سنة وتسعة أشهر، سنة وتسعة أشهر، نحولها إلى الأشهر. سنة تساوي 12 شهرا زائد 9 أشهر، يعني 21 شهرا. يعني هذا رأس المال الذي وضع في البنك لمدة 21 شهرا. فنبحث عن فائدته. جدول آخر مهم، انظروا معي لإيجاد فائدة المدة، بسيط جدا. هذه فائدة سنة، يعني 12 شهرا تساوي سنة، 12 شهرا فائدتها كم؟ 4200 درهم. نحن نبحث عن فائدة 21 شهرا، 21 شهرا كم هي فائدتها؟ تناسبية رقمها هنا، إذا هذه فائدة المدة 21 شهرا. نطبق التناسبية، تساوي 4، هذه المجهول يساوي كم؟ 4200 مضروب في 4200 مضروب في 21 قيس
12. تطبيق عددي أو استعمال الآلة الحاسبة سوف نجد 7350 درهم، يعني زائدة هذه المدة 9 أشهر. يعني بعد مرور هذه المدة إذا أراد هذا الشخص أن يسحب هذا المبلغ ديالو سيسحب هذا المبلغ زائد الفائدة، يعني سيأخذ في المجموع 60,000 زائد 7,350 درهم. المهم هو في لمدة 9 أشهر هذه فائدة المدة، ولا بد من حساب الفائدة السنوية قبلها.